السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برامج اسمها الـ ERP Enterprise Resource Planning، ده بتنظم لك الشغل في الشركة بتاعتك. يعني مثلا عايز تاخد يوم أجازة، فبتكتب الطلب، المفروض في 3 أشخاص مثلا بيوافقوا عليه، مديرك المباشر، HR، فبتروح أوتوماتيك للشخص المسؤول، وبعد كده لما بيوافق عليها أو بترفض بتروح مثلا للشخص اللي بعديه وهكذا. ولو تعطلت على حد بتنبهنا إنها تعطلت عند الشخص الفلاني. هي أدوات بتنظم الشغل في الشركة، في المصنع، في سبلاي تشين، تعرف الشحنة دي وصلت فين، الورق ده اتعطل عند مين. فهي أدوات قوية جدا لتنظيم الشغل. أشهرها الساب ERP، ده من الأدوات القوية لتنظيم الشغل. وفي برضو أودو، وده أوبن سورس، وفي امكانيات حلوه جدا زي ان انت مثلا تتابع سيلز، المبيعات، يبقى في تايم شيت، في هيلب ديسك بحيث اي اعطال تبدا تظهر عندك، لمراقبه المخازن. طبعا كل الكلام ده بينطبق على كل البرامج اللي هنتكلم عليها النهارده. مايكروسوفت داينامكس 365 من البرامج القويه طبعا، معتمده لان هو تبع شركه مايكروسوفت. في سيج، ده برضو لمراقبه المخزون. في برنامج برضو تبع الـ ERP دفترة، برضو تقدر تشوف السيلز والحسابات والمخازن والهيومن ريسورس والورك فلو. وأخيرا برنامج دولي بار. طبعا في برامج تانية كتيرة بس دول أشهرهم أو اللي أنا اتعاملت معاهم.